خلال الاسبوعين المقبلين غادي تكون بني ملال وغادي تكون وجده، وهكذا غنكون غطينا على المستوى الوطني الحضور النسائي في اطار اعاده هيكله الحركه النسائيه داخل حزب الاصل والمعاصر. انتم كتعرفوا دور النساء في الحزب، حيث انه وصلنا الان الى ان النساء يمثلن 49% من عضوات الحزب اللي مسجلين عندنا رسميا، وهذا تنعتبره خطوه ايجابيه نحو دعم المراه باش تلعب دور اكبر في المجتمع. لهذا حنا مقبلين على تغييرات كبيره على مستوى القانون، على مستوى المؤسسات، باش تبقى المراه كذلك الدور اللي خصها تلعبه واللي لعبته تاريخيا في المغرب. شكرا لكم.